ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا شفقت احمد. النهارده الفيديو هيكون ان انا بقضي 24 ساعه في البلكونه بس، يعني ما اقدرش اخرج من البلكونه. هعمل كل حاجتي في البلكونه، هنام في البلكونه، هعمل كل حاجه في البلكونه. لو انتوا ما كنتوش مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو على طول مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه وجنبه هتلاقوا فيه جرس، دوسوا بعدها على الجرس ده هيظهر لكم 3 اختيارات، دوسوا على اختيار قول او كل ان انتوا يعني تستنوا كل الاشعارات. وتابعوني على الانستجرام، ده اسمي، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها هتكون تحت في صندوق الوصف اللينكات بتاعتها. خلينا نبدا. صراحة انا متحمسة للفيديو ده، كنت عايزة اعمله من بدري، انه كنت عايزة اجرب ان انا اقعد او اعيش في البلكونة لمدة 24 ساعة ما اخرجش منها خالص. الحمد لله، الحمد لله رب، يعني ده تقريبا في صالحي، انه البلكونة بتاعتي فيها كلها يعني ثانية اوريكم، يعني ازاي كده فاهمين، ازاز فامي كلها مقفلة. بس الفكرة انه مع الازاز ده بيحسسني، بيخليني احس ان انا ما حدش هيقدر ان هو يشوفني ان انا قاعدة 24 ساعة في البلكونة مثلا من الجيران او كده. فالموضوع قوي حلو قوي بالنسبة لي، واحس ان انا مرتاحة. كمان زي ما انتم عارفين يعني، او معظمكم عارف اللي شاف الفيديو قبل كده، بقى عندي تلاجة انه ماني بقر، يعني تلاجة صغيرة كده، فانا ما كنتش لاقي لها مكان جوه في الاوضة، وكسلت ان انا ادور لها على مكان او افضلها مكان جوه في الاوضة. ساعتها حطيتها في البلكونة، وقلت اسيبها في البلكونة لحد ما ادور لها على مكان في الاوضة، بس انا ما دورتلهاش بصراحة، او فضلتلهاش مكان في الاوضة، عشان كده هي موجودة في البلكونة. فده برضو حاجة لمصلحتي انا، علشان كده يعتبر انه البلكونة دي هتكون بيتي اللي انا هعيش فيه لمدة ال 24 ساعة اللي جاية. خليني اجهز البيت بتاعي، البلكونة يعني، افرشها بقى واعمل سرير واعمل مش عارفة، اخليها بيت يعني اوضة اصلا. زي ما انتم شايفين ان انا عملت المكان ده كانه المكان اللي انا هقعد فيه وهنام فيه بالليل، بس هو اكيد مش هغطى باللحاف، بس هو انا فارده اللحاف علشان معني والله عادي بتغطى، مش عارفه انا بحب اتغطى، انا بحب اتغطى في حاجه عموما. خليني بقى دلوقتي اجيب كل الحاجات اللي انا هكون محتاجاها اثناء ما انا قاعده في اليوم كله. طبعا الفطار ده اكيد هجيبه، بس انا بتكلم على اللي هو ايه، السناكس اللي في النص، اكيد الميه، اللابتوب، الموبايل، كل الحاجات دي يعني. خليني اجيبها عشان نجهز بقى. واخيرا المروحه اتجاهها على البلكونه علشان ما اتحرش. اوكي يا جماعه، خليني اقول لكم انا جبت ايه. طبعا اول واهم حاجه هو الموبايل، جبت اللابتوب، السماعه، جبت ميه عشان مش بحط، انا بحط ميه في الثلاجه بس ماما مش بترضى تخليني اشرب منها عشان بتقولي ساعه ومش ساعه، انا دخلنا في الصيف بس مش عارفه صراحه. المهم يعني، فجبت الميه بتاعتي معايا، جبت باور بانك للموبايل، جبت مناديل والكحول لو حبيت اعقم حاجه، مش عارفه انا جبت بتاعتي. معانا ايه تاني؟ معانا سناكس بقى زي ايه، معايا 2 برينجلز، معايا 2 عصير، اوكي، وعندي شوكولاته محطوطه في الثلاجه، وبرده انا هحط العصاير دي في الثلاجه عشان تجمد او تسقع يعني لحد ما ابقى اشربها. جبت معايا بقى ايه، كراسه رسم والمقلمه اللي فيها القلم، انا مش عارفه ليه جبتهم، اكيد ممكن ما استخدمهمش، بس انا قلت ايه، عشان لو مثلا كنت قاعده زهقانه كده في وقت من الاوقات في ال 24 ساعه دي وحبيت ان انا اعمل حاجه جديده، ممكن ارسم اي حاجه، مش عارفه ده انا فكرت فيه. يعني. وجبت كتاب هاري بوتر اند ذا اوردر اوف فينيكس، لانه هو انا حاليا في الكتاب ده، الجزء ده لسه في اوله خالص، بس انه يعني بقرا ما بين السنه للسنه شابتر ولا نص شابتر، بس قلت ما دام انا هقعد 24 ساعه هنا وممكن الموبايل يفصل ولا اي حاجه تفصل ولا اي حاجه، قلت طب ليه لا ما اجيبوش واحاول ان انا اقرا، يعني بدل ما انا ما بقراش فيه بقالي او من السنه للسنه بقرا فيه يعني. ايه تاني جبت؟ بس ومش عارفه، حاسه ان انا ممكن اكون ناسي حاجه، بس انا مش عارفه ناسي ايه، خايفه لو كنت ناسي حاجه مهمه، بس انا مش عارفه ناسي ايه. اوكي، وشكرا ماما، وماما جابت لي ساندوتش عشان الفطار، فاليوم هيبدا دلوقتي بان انا افطر. We'll be right back.
One hour later. اوكي، من فترة كده اتفقت انا وصحابي ان احنا هنصور او هنقلد صور الميمز المشهورة على الفيسبوك كده ونصورها يعني ونبعتها نتسلى يعني. كل عملها بس انا ما عملتهاش لانه كنت مش قادرة اتحرك مع السرير اليومين اللي فاتوا دول صراحة، وكسلت ان انا حتى اجيب اي طرحة كده البسها واعمل الميمز دي. قررت بما ان انا لابسة دلوقتي قررت ان انا اعملها مع اني متأخرة قوي، بس قررت ان انا اعملها، وبعد ما هعملها بفكر ان انا انزلها عندي على الانستغرام ستوري وافضح نفسي بقى ويبقى شكلي وحش بتاع، بس عادي. المهم فلو انتوا عايزين تشوفوهم روحوا تابعوني على الانستغرام، ده اسمي، روحوا اعملوا لي فولو هناك وهتشوفوهم على الستوري. اوكي، بفكر اختار صور انهي. اوكي، خليني اشوف كده الصور ايه اللي انا اختارها. ممكن كمان اقلد الصوره دي بتاعت عبله كامل، بس مش عارفه هظبطها ولا لا. ممكن الصوره دي، ممكن دي بتاعت احمد. few inches later. اوكي، خلينا نبدا. يا رب استرها واعرف اقلدهم. بس اول صوره اللي هو بيبص كمان، خلينا اقلع النضاره بس عشان الصوره تبان اكتر. مش عارفه اظبطها ولا لا، المهم مش عارفه اظبطها، ما علينا. ها الصوره دي، يا ربي هعملها ازاي؟ خلينا نحاول. يا الله. تاني. 2000 years later. اوكي، مش عارفه اظبط ولا لا، المهم خليني اركبهم جنب بعض وابعثهم لاصحابي، وبعدين انتوا اعملوا لي فولو على انستغرام عشان انزلهم على انستغرام. اوكي، بعتهم لاصحابي، انا مستنيه ان انا انزلهم عندي على انستغرام ستوري عشان اشوف رد فعلكم انتوا يعني. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Starring. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah. اغنية بليونير انا بحبها جدا. عموما انا نسيت اقول لكم ان الفترة دي على الانستجرام انا بنزل كوفرز الاغاني، يعني انا بغني اغاني مشهورة او معروفة او كده وبنزلها عندي على الانستجرام. اغنية بليونير هتنزل على الانستجرام، فروحوا شوفوها. عدى تقريبا 4 ساعات او حاجة زي كده، يعني عدى كتير قوي. المهم ان انا صورت اغنية بليونير، صورت اغنية تانية، راح جوعت شوية بس مش عايزة اتغدى، يعني اللي هو مش عايزة اكل حاجة اللي هو كغدا بقى وكده. هتفرج على فيلم وهاكل برينجلز وبعدين ممكن اتغدى. هو اكيد البرينجلز هيسد نفسي ومش هتغدى بعدها، بس انه يعني انا عايزة اكل بس انا مش عايزة اكل غدا. المهم بفكر صراحة ان انا اتفرج على فيلم The Amazing Spider-Man 2. ف اوكي. اوكي، الاغنية اشتغلت من غير ما اخد بالي ان انا بدورها. المهم هتفرج دلوقتي على زي ما قلت The Amazing Spider-Man 2، هرجع لكم بعد الفيلم اقول لكم عملت ايه. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. I've been holding back for the fear that you might change your mind. I'm ready to forgive you, but forgetting is a harder fight. Little do you know I need a little more time.
later. اوكي يا كنت بتفرج على فيلم انا قلت خلاص الشوكولات كلي بقى وكده فسالت ماما فماما جابت لي الاكل فهاكل واكمل فيلم انا Two hours later. حسنا عايزة نام ما عارفش ليه مع اني اصلا صحية متأخرة صحية الظهر او ما بين الظهر والعصر الساعة لسه 12 حسنا انا عايزة نام اوكي فاعتقد ما ممكن انام اريح شوية ممكن انام ساعة على ساعتين اقوم عشان انا كنت عايزة اقرا شابتر على الاقل من هاري بوتر لما بعوز يعني ان انا انام في نص اليوم ساعة ولا ساعتين بقولي ساعة ولا ساعتين هنام خلاص بعدين هقوم لو كان ورايا حاجة اخلصها ولا حاجة هي ان انا بكمل نوم لحد تاني يوم ومهما انظبطت منبهات انا ما بينفعش معايا موضوع منبهات بروح واطفيها والله يا جماعة لو وريتكم على موبايلي كام منبه بعمله كل يوم كل يوم علشان اصحى مش هتصدقوا كلهم بقوم صاحية اطفيه وانام هتقولي لي ما تحطيش الموبايل جنبي عادي بنزل من على السرير بروح اطفيه وارجع تاني على السرير وانام ما بيهمنيش بجد والله ما بيهمني ما عندي مشكله في الحته دي يعني احاول ان انا انام ساعتين ثلاثه كده واقوم عينيا عماله بتقفل هروح انام دلوقتي واول ما هصحى هقول لكم الساعه كام وانا فين وامتى وصحيت ايه وايه اللي حصل وهنعمل ايه دلوقتي وال 24 ساعه خلصوا ولا لا عشان ممكن انام لحد ما تاني يوم يجي وال 24 ساعه يكونوا خلصوا عادي ما عنديش مشكله ممكن انام بالايام عادي اشوفكم بعد ما اصحى من النوم The next day. صباح الخير اوكي يا جماعه انا لسه صاحيه عشان قلت لكم انا ممكن انام لحد تاني يوم وبالفعل دلوقتي تاني يوم النومه ما كانتش مريحه ابدا يعني علشان على الارض وكده ف كانتش مريحه خالص عرفتش انام كويس بس يعني المهم بس لسه ال 24 ساعه ما خلصتش ناقص حوالي ساعتين كده ويخلصوا فهقضي الساعتين دول هنا طبعا مش هطلع فهفطر هحاول ان انا اقرا شابتر من هاري بوتر زي ما انا كنت عايزه ابرار خدي تعالي اقول لك هاي هاي ازيك قول لهم هاي قول لهم هاي يا الله كيوت كيوت بس مزعجة بس كيوت صح؟ مش انت كيوت؟ اوكي فهفطر وبعد ما هفطر هقرا شابتر من هاري بوتر لو كان لسه الوقت ما خلصش ساعتين بعدها بالمناسبه يا جماعه بس عشان الناس ما تفتكرش انا يومي يعني انا مش بصحى الصبح بدري انا بصحى على الظهر كده ولا حاجه فيومي بيبدا من الظهر فانا لما جيت بدات الفيديو ده امبارح انا بداته الظهر لما هاجي هنهي برده الظهر او بعد الظهر كمان بشويه علشان اتاكد ان هما بقى 24 ساعه بالظبط هتبص تاني المهم اوكي التلاجة شوف بقى ايه في التلاجة نعرف الناس تقرب بيه في بطيخ انا بحب البطيخ فاكل بطيخ واشوف هاكل معاه ايه تاني كنت رايحة باظت اوريدي اوكي يا جماعة خلصت فطار ولسه ما عدلتش طرحتي ومكسلة ان انا اعدلها المهم يعني هسيبكم من شكلي دلوقتي هو انا فطرت وخلصت من بدري بس الفكرة انه انا فضلت قاعدة على الموبايل كتير سرحت بالوقت على الموبايل وكده تقريبا عدى ساعة فناقص ساعة واحدة بس ل 24 ساعة يخلص ساعة دي هحاول ان انا اقرا هاري بوتر على قد ما اقدر وبعدين هقول لكم تحديث وايه اللي حصل يا جماعة رسمي ال 24 ساعة خلاص خلصوا صراحة التجربة كانت حلوة أول مرة أقعد بلكونة وأعيش فيها 24 ساعة وأنام فيها وكل حاجة صراحة نومة الأرض ما كانتش مريحة هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت وحشة قوي بس غير كده كل حاجة تمام أنا كده كده أصلا شخص كسول فبالنسبة لي أكون قاعدة مثلا طول الوقت أو ما أقومش كتير أو أقوم بس أتمشى في البلكونة وخلاص في الحتة الصغيرة دي وخلاص ده بالنسبه لي عادي الدنيا حر النهارده امبارح ما كانش حر كده فهي دي بس المشكله يعني وانا حتى عليت المروحه قوي اللي جايبه لي من بره على جوه وبرده المشكله في ان ناس كتير من الجيران بيعمل دوشه اللي بيخبط حاجه بيعلق حاجه على الحيطه بيعمل مش عارف ايه سامعين هي الاصوات دي هتضايقني لما انا بكون بصور بس غير كده يعني عادي اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى انكم كمان تكونوا استمتعتوا بالفيديو واكتبوا لي تحت الفيديو ده افكار لفيديوهات تانية او حاجات تانية حابين انتم تشوفوها وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم ما كنتوش عاملينه وتعملوا شير للفيديو ده وانا بحبكم جدا 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 و مع السلامه اخيرا هعدي بره البلكونه اول مره بعد 24 ساعه اوكي وحشتني اوضتي يا جماعه اوكي باي